وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود بعد التحية، من الناحية الاقتصادية كيف تقرأ هذه الأرقام وتحللها؟ يعني وفقا لهذه الأرقام أستطيع أقول أنه يعني يمكن هذه المبادرة بتعد هي من ناحية الأرقام الأكبر إقليميا وعالميا، سواء من حيث حجم الإنفاق الذي أنفق في هذه المشروعات أو حتى القطاعات المستهدفة. يمكن القطاعات المستهدفة في هذا الأمر هي لا تركز على قطاع واحد، وإنما يعني توافقت إلى حد كبير مع المسمى بتاعه، وهو فكرة حياة كريمة، وهي المشروعات التي يمكن أن تعلي وترفع من مستوى رفاهية المواطن، التي ركزت بشكل أو بآخر على المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، المياه، الصرف الصحي. كل هذه المشروعات إنما هي تعلي من مستوى رفاهية المواطن، حتى آلية اختيار الأماكن التي بدأت بها كمرحلة أولى وضعت معايير معينة وضوابط معينة لاختيار المراكز أو القرى التي يتم البداية بها، يعني كتوليفة كاملة، وسواء من حيث الإنفاق أو من حيث القطاعات أو من حيث حتى يعني آليات التنفيذ. يعني هذه مبادرة يمكن يعني تعطي دروسا مستفادة لكافة الدول التي تبحث عن وضع معين للتنمية المستدامة. نعم دكتور محمود، دعنا نذكر مرة أخرى بعض هذه الأرقام وما أشارت إليه سيادة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد. أشارت إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة، بتستهدف 52 مركز و1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة. هذه الأرقام أيضا هي أرقام تستحق أن نتوقف عندها بشكل أكثر تفصيلا. يعني زي ما ذكرت لحضرتك، يمكن 52 مركز كمرحلة ثانية، كان سابقهم نحو 35 مركز في المرحلة الأولى. كل هذه الأرقام بتشير وتوضح دلالات معينة أنها تحاول في ظل، يعني يمكن كمان يجب أن نأخذ في اعتبارنا مع كل هذه المتغيرات التوقيت الذي تحدث فيه هذه المشروعات، سواء في المرحلة الأولى التي كانت إلى حد ما مواكبة لتداعيات أزمة الكوفيد، أو المرحلة الثانية الآن اللي بتواكب تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، واللي حقيقة الأمر أثرت على كافة العالم. لكنه في ظل هذا التوقيت واستمرار هذه المشروعات التنموية التي استهدفت هذا العدد الضخم من المواطنين لرفع مستوى معيشتهم بشكل أو بآخر، هذا إنما يعد تحدي كبير للاقتصاد المصري. بل وأستطيع أن أقول أنه يعني كان اختبارا اختبر فيه الاقتصاد المصري، ليس عن مدى مرونته فقط، ولكن نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية منذ العام 2016، وكيفية ترجمة هذا البرنامج إلى ليس نمو اقتصادي وإنما إلى تنمية اقتصادية، انعكست في مشروعات حقيقية ساهمت بشكل أو بآخر في تخفيض معدلات الفقر أو رفع مستوى معيشة المواطن. وفكرة لا. كمان أنه بتركز أو استهداف هذا العدد الضخم من ملايين البشر، يمكن بيؤثر أو له تأثيرات مباشرة على العملية الإنتاجية، لأنه الإنتاج بيؤثر في أربعة عناصر رئيسية. أهم عنصر من هذه العناصر هو العنصر البشري، وبالتالي الاهتمام بهذا العنصر البشري سواء في رفع قدراته التعليمية أو توفير معدل صحي أو مستوى صحي ملائم، هذا ينعكس ويصب مباشرة في معدل الإنتاج الإجمالي داخل الدولة المصرية، سواء في تغطيته للاستهلاك المحلي أو حتى فيما يتعلق بجذب الاستثمار. لأن طبعا المستثمر زي ما ينظر إلى المستوى المالي والنقدي والوضع التشريعي للدولة المصرية، هو ينظر أيضا لمستوى العمالة في الدولة التي ينتوي أن يستثمر فيها. هل هذا المستوى من العمالة مؤهل من الناحية الصحية ومن الناحية التعليمية أن يكون لديه قدرة إنتاجية أكبر أم لا؟ فهو أيضا واحد من أهم العوامل التي تخلق مناخا جاذبا للعملية الاستثمارية. أيضا واحد من العوامل بتوفر العملات الصعبة، لأنه بيقلل فاتورة الواردات، ويمكن مع زيادة الإنتاج أن يساهم ذلك في زيادة التصدير. إذن هذا المشروع. ونقطة هامة أيضا جدا حضرتك ذكرتها دكتور محمود، أن في ظل الأزمات العالمية المالية العالمية التي يعاني منها كافة دول العالم، نتحدث عن الاستمرار في هذه المبادرة واستمرار الإجراءات التي تقوم بها هذه المبادرة على أرض الواقع.
بالضبط، وهذا هو المفهوم المنضبط لفكرة التنمية المستدامة، يعني التنمية التي يمكن أن تحدث بالشكل الذي لا يأتي على حساب الأجيال القادمة، حتى ولو كانت الظروف الاقتصادية الحالية يعني ليست موائمة أو لها التداعيات أثرت على كافة دول العالم. نعم دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك.